إن شاء الله اليوم رح نكمل بتشابتر الووتر، وقفنا عند الأوسموسيس. شو تعريف الأوسموسيس؟ هي حركة الماء across semi permeable membrane، يعني membrane شبه نفاذ. هاي الحركة driven by difference in the osmotic pressure، تمام؟ والأوزموتيك بريشر حكينا عنها هون إنه هي واحدة من الكوليجاتيف بروبرتيز، تمام؟ هلأ بحكي لنا إنه البلازما ممبرين بيكونوا بيرميابل، يعني بسمح بدخول المي أكتر من باقي الأيونز والسمول مولكيولز. هاي البيرميابلتي اللي هي السماح بالمرور هي بتكون من خلال السيمبل ديفيوجن، تمام؟ يعني المي بتعبر من خلال الممبرين أو من خلال البروتين شانلز. إذن المي بتعبر بطريقتين، يا أما simple diffusion عن طريق الممبرين وهذا بيعتمد على الأوزموتيك بريشر، يا أما من خلال البروتين شانلز، يعني بيكون في عنا ممرات مكونة من بروتين بتسمح بدخول المي، بس mainly من خلال simple diffusion. هلأ في عنا أنواع من السوليوشنز، يا أما بيكون إيزوتونيك ومعناها أنه عنده إيكوال أوزمولاريتي، يعني بيكون نفس الأوزمولاريتي تبعت الإشي اللي بده ينحط جواته. بهاي الحالة إحنا بدنا نجرب على الخلية، فبحكي لنا أنه لما نحط خلية في إيزوتونيك سوليوشن، يعني السيتوسول اللي بداخل الخلية نفس الأوزموتيك بريشر تبع المحلول اللي خارج الخلية، هذا شو بصير بالخلية وقتها إذا حطيناها بهذا المحلول؟ السل ما بصير لها إشي، المي ما رح تتحرك، لا رح تدخل لها مي ولا رح تطلع منها مي. هلأ في عنا hypertonic solution. hypertonic معناته بكون في كمية ملح أكتر من الخلية. هلأ في هاي الحالة بيكون عنا higher osmolarity than the cytosol تبع الخلية، يعني المحلول هذا فيه higher osmolarity than cytosol. بهاي الحالة السل shrinks، shrink يعني تتقلص. ليه؟ لأنه نشوف هون هاي هي الخلية، تمام؟ هون عنا محلول كتير فيه ملح، وهون داخل الخلية الملح قليل أقل من الخارج، فبتصير المي تطلع لبرا، المي تطلع لبرا، فالسل شرنك، شرنك يعني تنكمش، water flows out. هلأ إذا حطيناها في hypotonic solution، يعني تركيز المرح خارج الخلية أقل من داخل الخلية، شو بصير؟ بصير عكس الhypertonic، بصير عنا swelling للسل. شو يعني swelling؟ يعني تنتفخ، تمام؟ طبعا هذا solution بيكون عنده low osmolarity، وبالآخر ممكن يصير في burst إذا ما كان في عنا cell wall. شو يعني هذا الكلام؟ هاي عنا هاي الخلية، عنا hypotonic solution برا، الخلية صارت تدخل لها المي بداخلها فبالتالي انتفخت، ظلت تنتفخ لحد ما انفجرت بالآخر، بيرست، تمام؟ وهذا بسبب إنه إذا ما كان في سيل وول بصير في بيرست، بس إذا كان في سيل وول بمنعها من إنه يصير في بيرست اللي هو الانفجار، تمام؟ هلأ بدنا نحكي عن properties of water، وحيكون في عنا شوية معادلات. هلأ ال pure water اللي هي المياه النقية بتكون slightly ionized، هاي عنا H2O بتتفكك وبتتحلل ل OH- و H+. طبعا هاي العملية reversible وبشكل متساوي reversible. هلأ الـ free protons اللي هم هدول الـ H+ do not exist in the solution، يعني ما بكونوا موجودين هيك بشكل H+ لحالهم. هدول الهيدروجين ايونز او الفري بروتونز بالمي بيكونوا اشي اسمه هيدرونيوم ايون اللي هو H3O+، هذا هو الهيدرونيوم ايون، تمام؟
هلأ بحكي لنا أن الكونسنتريشن تبع الـ H بلس بالووتر دايما منعرفه من خلال إشي اسمه pH. الـ P هون معناها minus log. إذن أي مكان منشوف هاي الـ P على طول لازم يخطر عبالنا minus log. هلأ pH معناها minus log concentration، هاي العلامة معناها concentration H plus، تمام؟ هلأ منعبر عن الconcentration تبع الـ H plus بوحدة اسمها مولر، أو اللي هي نفسها moles per liter، تمام؟ هلأ مثال بحكي لنا what is the pH of a solution؟ كان التركيز تبعه 10 ملي مولر H plus، هاي الM هي عبارة عن ملي مولر H plus. هلأ العشرة ملي مولر يساوي 10 ملي مولز بير ليتر، مش حكينا هون مولر مول بير ليتر، إذن 10 ملي مولر معناها 10 ملي مولز بير ليتر، وتساوي 0.01 مولز بير ليتر. يعني لازم نحول الملي مولر لمولر، دايما لازم نستعمل وحدة المولر، ما بصير نستعملها في المعادلة على أساس إنها ملي مولر، تمام؟ هلأ منحط القانون اللي هو pH يساوي minus log H plus. minus log ال H plus تركيزه 0.01 مولر يساوي على الآلة الحاسبة minus 2، تمام؟ هلأ minus 2 هاي إذا حطيناها لا أس العشرة، يعني هاي معناها عشرة أس ماينس اثنين، تمام؟ راح يعطينا بالآخر إنه الـ pH يساوي اثنين. ليه؟ لأنه في عنا ماينس قبل اللوج. خلينا نعيد، ماينس لوج 0.01، إذا منطلعها على الآلة الحاسبة لوج الـ 0.01 هي سالب اثنين، فسالب سالب اثنين هي اثنين، تمام؟ هاي أول طريقة. الطريقة الثانية إنه مناخد عشرة، هلأ حكينا 0.02 هي عشرة أس سالب اثنين، تمام؟ هلأ اللوج مع العشرة بيروحوا مع بعض لأنه اللوج عكسها عشرة أس، صح؟ فاللوج مع العشرة أس بيروحوا مع بعض، بيضل عنا سالب سالب اثنين، فبالتالي الـ pH يساوي اثنين، تمام؟ إذن هاي في طريقتين لفهمها، يا أما هاي اللي زي بين الأقواس أو على طول بالآلة الحاسبة زي ما بتحبوا. طيب هون عنا السؤال بالعكس، What is the concentration of H plus of a solution كان الـ pH تبعه 6؟ منحط إنه الـ pH يساوي 6، وعنا minus log تركيز الـ H plus، صح؟ تمام. هلأ شو عكس حكينا اللوج؟ حكينا عكس اللوج عشرة قوة، فمنحط عشرة قوة ماينس سكس بطلع عنا عشرة، يعني الجواب عشرة قوة ماينس ستة مولر أو واحد مايكرو مولر، يعني عشرة قوة ناقص ستة هي نفسها واحد مايكرو مولر. خلينا نعيد كمان هون عشان للي حاسس انه الاشي بلخبط، عكس الماينس لوج هو عشرة قوة، تمام؟ هلأ هاي الماينس منحطها فوق للقوة، فبتصير مثلا عشرة قوة ماينس الرقم، فبتصير عشرة قوة ماينس ستة، بتصير عشرة قوة ناقص ستة مولر، هذا هو الجواب، تمام؟ هي نفسها واحد مايكرو مولر، تمام. هلأ KEQ اللي هو constant of equilibrium للووتر، تمام؟ شو يساوي constant of equilibrium؟ اللي هو تركيز H plus مضروب في تركيز OH minus على تركيز ال H2O. هلأ هذا ال KEQ بما انه constant فهو رقم ثابت ما بيتغير، ف KEQ للووتر دايما 1.8 في 10 أس سالب 16، هاي ما بتتغير أبدا. طبعا هذا الرقم بيكون فقط على درجة حرارة
25 سلسيوس، لأنه بيتأثر بالحرارة، إذا تغيرت الحرارة بيتغير هذا الكونستنت، هذا الرقم. تمام، هلأ بحكي لنا إنه بهذا القانون بتركيز المي، تركيز المي في لتر واحد، يعني كم عدد مولات المي في لتر واحد اللي هو المولر، بيكون دايما ثابت، يعني قد ما عبينا مي في لتر هي رح تضلها لتر مي. تمام، فإذا بحكي لنا ال H2O اللي هو تركيز ال concentration تبع ال H2O في لتر واحد هو نفسه، فخمسة وخمسين فاصلة خمسة مولر، فإذا عوضناها هون في هاي المعادلة رح يعطينا KAQ ضرب 55.5، هاي ضربناها هون عشان نشوف نخلي هدول بطرف وهدول لحالهم بطرف، أعطانا H plus ضرب تركيز OH minus يساوي 10 أس 14. تمام، يعني هذا كمان ثابت بيعطينا 10 أس 14، هذا بنسميه constant of water أو KW. تمام، هلأ هدول الأرقام لهلأ مو حفظ، بس عشان هلأ بدي أفهمكم شو الفائدة منه. هلأ إذا أخذنا بدنا نطلع الـ pH. تمام، إحنا حكينا طبعا هاي العشرة سالب 14 هي نصها هيدروجين ونصها هيدروكسيل، يعني نصها H plus نصها OH minus. هلأ إذا أخذنا minus log عشان نطلع الـ pH للعشرة السالب 7، ليش أخذنا سالب 7؟ لأنه حكينا نص هاي ونص هاي، فنص الـ 14 سالب 7 ونص الـ 14 لهون سالب 7، بعطينا سالب سالب 7، إذن الـ pH 7. إذن نستنتج إنه في الـ pure water دايماً الـ pH بتكون قد إيه؟ بتكون 7، ودايماً بيكون عندنا تركيز الـ H plus 10 أس سالب 7 وتركيز الـ OH minus برضو 10 أس سالب 7. نشوف شو بحكي لنا هون، وهذا هو الإشي المهم اللي بده يوصل لنا إياه. بحكي لنا there are exactly equal concentration of H plus and OH minus in pure water. The solution is said to be at natural pH where pH يساوي pOH ويساوي 7. هلا احنا طلعنا الـ pH اللي هي minus log concentration الـ H plus، و pOH اللي هي minus log concentration OH minus، التنتين يساوي 7 في الـ pure water، وهاي بيكون اسمها natural pH. تمام؟ هلأ لا تلخبطوا بين natural pH اللي هي 7 للـ pure water، وفي اشي تاني اسمه biological pH. biological pH هي الـ pH تبع الدم الإنسان وتساوي 7.4. هلأ لقدام رح ناخدها، بس لا تلخبطوا بين natural pH و biological pH. تمام، هلأ هون بحكي لنا، حكينا هذا الكلام طبعاً. هلأ بحكي لنا إنه مو شرط في كل المحالي اللي يكون عنا natural water، يعني التركيز الـ concentration تبع الـ H plus يساوي الـ OH minus اللي هم 10 قوة سالب 7. تمام؟ ممكن يكون عنا مثلا إذا أخذنا minus log للتنتين، تمام، يكون عندنا واحدة منهم pH 3 والتانية pOH 11، فهذا ما بيكون natural pH. natural pH لازم التنتين يكونوا متساويات. هون بحكي لنا مثلاً إذا كانت الـ H plus سالب 3 حتكون الـ pH 3، وحتكون بنفس الوقت الـ OH تركيزها 10 أس سالب 11 والـ pOH 11 زي ما هم حاطين بهذا المثال. هلأ بحكي لنا هاي قاعدة عامة، solutions اللي بتكون الـ pH تبعها أكبر من 7 بتكون alkaline or basic منسميها. بنفس الوقت هدول المحالين الـ alkaline أو basic بيكون الـ concentration تبع الـ OH أعلى من الـ H. طبعا هذا الإشي طبيعي. conversely يعني بالعكس، solutions اللي بيكون فيهم الـ pH أقل من 7 بنسميهم acidic، يعني حمضيين. تمام، بحكي لنا إنه لازم نلاحظ إنه الـ pH هو logarithmic scale، لأن يعني في log. شو معنى هذا الكلام؟ يعني
السوليوشنز المحاليل اللي بتختلف ب pH واحدة 1 pH unit معناها انه هي 10 times الكونسنتريشن تبع ال H اعلى فيها. يعني مثلا جبنا محلولين، واحد pH تبعته 3 وواحد ال pH تبعته 4، ال pH الاربعة الكونسنتريشن تبع ال H plus اللي فيها اعلى 100 مرة من ال pH تبع الثلاثة. تمام، وحلو تتطلعوا على هذا الجدول لانه فيه بتقدروا تتدربوا عليه انه اذا كانت مثلا H plus قدي حتكون OH minus وزي هيك. تمام، المهم انه مجموعهم دايما اذا منلاحظ 14. تمام، هلأ المجرمنت of pH هي one of the most important and frequently used procedures في البيوكيمستري. ال pH affects the structure and the activity of biomolecules. For example, ال enzymes لما تشتغل strongly dependent على ال pH تبع الخلية وتبع الجسم وتبع المكان اللي هي عم تشتغل فيه، وين ما كانت تشتغل. The measurement of pH in the blood and urine are commonly used in medical diagnosis. يعني بيستعملوا بقيسوا ال pH تبعت البلد وال pH تبعت اليورين عشان يعملوا diagnosis، يعني تشخيصات. مثال ال diabetic patients اللي هم اللي عندهم سكري، ال pH تبع البلد تبعهم بيكون below normal، يعني أقل من الطبيعي. الطبيعي حكينا اللي اسمها biological pH اللي هي 7.4، هم بيكونوا below normal. وحلو نشوف برضو هذا السكيل اللي هو هون basic compounds, neutral compounds و acidic compounds. طبعا في هون اشي بحب كتير احكي انه الكوفي دائما احنا بنفكر انه هي basic، بس هي اذا احنا بنشوف هي slightly acidic مش basic. تمام، هلا عنا في اشي اسمه weak acids وفي عنا اشي اسمه weak bases. هدول عندهم characteristics يعني خصائص dissociation constants. شو يعني؟ يعني بتفككوا dissociation constants يعني ثوابت. خلينا نفهم شو معنى هذا الكلام. بحكي لنا weak acids and weak bases are not completely ionized، يعني مش ما بتأينوا تأين كامل في المي لما ندوبهم في المي. weak acids and bases are more common in biological systems، يعني هدول اللي اكتر موجودين اكتر اشي في البيولوجيكال سيستمز. اكتر من شو موجودين؟ اكتر من strong acids وال strong bases، هيك قصدهم. تمام، و they play important role في الميتابوليزم والregulation تبعت الميتابوليزم. هلأ شو البروبرتيز تبعت weak acids و bases؟ الأسيدز عندها tendency to give one proton في الأكويس solution، يعني بتعطي H plus. البيس accept one proton، يعني بتاخد H plus. خلينا ناخد هون مثال، هذا عبارة عن acetic acid اللي هو CH3COOH، اسمه acetic acid. تمام، بيخسر one proton، يعني هاي ال H بيخسرها. تمام، هلا بما انه بيخسر معناته هذا شو؟ اسيد. وهذا اسمها بيس او كونجيجيت بيس. تمام، اللي هو الاسيتات. اسيتات بيقدر ياخد اتش بلس، فهذا اسمه اسيتات اكسبت 1 بروتون وهو عباره عن بيس او كونجيجيت بيس. تمام، هلا نيجي للسترونج اسيدز اند بيسز. هيدروكلوريك أسيد اللي هو HCl وسلفوريك أسيد ونيتريك أسيد، هدول اسمهم strong acids، مهم تحفظوهم هدول الثلاث أمثلة. تمام، وهم completely ionized في aqueous solutions. هلأ مثال عندنا كمان على strong bases اللي هم NaOH، اللي هم صوديوم هيدروكسيد وبوتاسيوم هيدروكسيد KOH، برضو بكونوا completely ionized. خلينا نشوف كيف. هاي HCl بيتفكك كامل ل H plus و Cl minus، وعنا strong acid NaOH بيتفكك ل Na plus و OH minus completely.
هاي completely dissociation بيعطي pH قريب من الـ14 في الـ strong bases، والـ complete dissociation للـ strong acids بعطي pH قريبة من الـ1. تمام؟ هلأ هاي properties of weak acids and bases حكيناها قبل شوي، نلاحظ هون weak رجعنا. They undergo incomplete dissociation. تمام؟ وحكينا في إلهم رول مهم في البيولوجيكال سيستم، خصوصا في الميتابوليزم والريجوليشن تبعه. والأسيدز بتعطي بروتون، والبيسز أكسبت بروتون. تمام؟ وهون رجع حكالنا إنه الأسيتيك أسيد بيخزر بروتون عشان يعطينا بيس اسمها أسيتيت، والأسيتيت أكسبت بروتون عشان يعطينا أسيد اسمه acetic acid. زي ما حكينا هذا التفاعل عكسي. هلأ بحكي لنا زي ما حكينا قبل شوي، ال KAQ إذا بدنا نطبقه مش على المي، بدنا نطبقه على ال weak acids وال bases. فشو معادلته؟ هذا عنا المركب، تمام، وهذا acid. أوكي، فال KAQ يساوي H plus على ال A minus على تركيز ال HA. تمام؟ هلأ PKA يعني ال PK للأسد يساوي، حكينا ال P1 ما نشوفها منحط minus log على طول، لمين؟ لل KA. طيب هلأ بحكي لنا ال weak acid بيكون عنده large PKA. مثال الأسيتيك أسيد الـ PKA تبعته 4.76، أما الـ PKA تبعت الأمونيا 9.25. نرجع نقرأ هاي المعلومة، weak acid بعطينا large PKA، مين الـ PKA هون أكبر؟ 9.25. إذن هذا عبارة عن weak acid، والأسيتيك أسيد هو عبارة عن strong acid. تمام؟ هلأ شو يعني هاي الـ PKA؟ يعني إحنا شو بدنا نستفيد منها؟ زي ما احنا حكينا هاي معادلة ال KA، تمام، وهاي معادلة ال PKA حكيناها فوق هون. تمام؟ هلأ احنا ما بهمنا إلا هاي المعادلة، هاي أهم معادلة. pH إذا بدنا نحسب pH لمحلول فييته حمض أو قاعدة يعني أسد أو بيس، نحكي إنه الـ pH يساوي الـ pKa تبع هذا الحمض أو القاعدة ناقص لوغاريثم تركيز البيس على الأسيد. تمام؟ كيف عرفنا إنه هذا بيس هذا أسيد؟ هذا معه H معناته بيس، هذا ما معه H معناته أسيد. تمام؟ هلأ رح أفهمكم بالمعادلات كيف تحاولوا تفرقوا بينهم. تمام؟ طيب هلا هون بحكي لنا ال pKa هي نفسها ال pH at which half of the acid is ionized. يعني ال pKa هي ال pH لما يكون نص الأسيد ionized بالجسم. تمام؟ هذا عم بعيد نفس الكلام. أوكي، في عنا إشي اسمه هاندرسون هاسلباخ equation. تمام، هاندلسون هاسلباخ إكويجن اللي هي هاي نفسها اللي حكيناها قبل شوي. هلا ممكن نعكس بينهم، نحكي pH يساوي pKa minus log تركيز HA على A minus، أو نحكي العكس pH يساوي pKa plus مش minus logarithm A minus على HA. يعني بنعكس هدول ومنحط بدل minus plus، المعادلتين نفس بعض بنقدر نستعملهم في نفس الأماكن ما بيفرق. هلأ هاندرسون هاسلباخ إكويجن نقدر نحسب منها الـ pH of a weak acid أو الـ conjugate base إذا منعرف الـ ratio، الـ ratio اللي هي هاي النسبة and the pKa. يعني منحتاج هون الـ ratio والـ pKa، منقدر نحسب الـ pH. هلأ في عنا إشي اسمه titration. شو يعني titration؟ حتاخدوها لقدام بمختبر. تمام، بس هون مشروحها بشكل بسيط. التيتريشن هي عملية بنعملها في المختبرات، تمام، عشان نحدد الكونسنتريشن تبعت الأسيد.
يعني أنا كيف بدي أعرف قدي في هون أسد؟ فهاي العملية اسمها titration، نستعملها في المختبرات لنعرف قدي الconcentration تبع الأسد. Titration is used to determine the amount of an acid in a given solution. طيب هلأ شو بنعمل؟ A measured volume of the acid is titrated. شو يعني؟ يعني منجيب volume، حجم معين من الأسد، مثلا لنفرض 3 ملي، بنكون عارفين انه الفوليوم 3 ml. تمام؟ titrated يعني بننقط عليه تنقيط. solution of a strong base. تمام؟ إذا عنا volume معلوم من أسد، من نعمل عليه titration أو من نقط عليه strong base. تمام؟ هلأ هذا strong base بيكون عنده، منعرف concentration تبعه، ومنعرف الفوليوم تبعه. تمام؟ منضل النقط بيس النقط بيس النقط بيس لحد ما يتغير لون الأسد. كيف بده يتغير لون الأسد؟ منحط عليه داي أور إنديكيتر. يعني إحنا شو منعمل؟ منجيب الأسد 3 ml زي ما حكينا بالمثال، منحط عليه داي اللي هي صبغة. هاي الصبغة ما بتغير لونها إلا إذا صار كمية الأسد يساوي كمية البيس. هلأ إحنا ما بنعرف concentration الأسد، هاي الخطوات كلها مشان نعرف concentration الأسد أصلاً. البيس بنعرف concentration تبعه، منضل نضيف 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 لحد ما يتغير لون الداي. متى بيتغير لون الداي؟ لما يصير concentration الأسد يساوي concentration البيس، سوري volume الأسد يساوي volume البيس. فإحنا شو بنعمل؟ منشوف بتعرفوا المعادلة اللي هي volume ضرب concentration يساوي volume ضرب concentration. تمام؟ فهون بنعمل نفس الاشي، عندنا concentration مجهول بس volume معلوم للأسد، أما البيس عندنا concentration معلوم والvolume معلوم، لأنه لما نوقف التنقيط احنا بنكون عارفين قد ايه احنا ضفنا كمية بيس، فبنستعمل هاي المعادلة عشان to calculate the concentration. هاي الصورة كمان شوي بفهمكم شو هي. هلأ هون بشرح لنا اكتر عن titration. تمام؟ بحكي لنا في عنا free H plus removed وبتعود بدالها HAC، هو هون أعطانا مثال الأسيتك أسيد. تمام؟ عشان تفورم إكوليبريم، وزي ما حكيت لكم يعني هون إذا بدكم تقرؤوها بالتفصيل هم حكينها عن مثال الأسيتك أسيد كيف يعملوا له تايتريشن. أوكي؟ هون حكين بالتفصيل زي ما أنا حكيت لكم، بس إذا أنتوا فهمتوا رح تفهموا، إذا أنتوا فهمتوا علي رح تختصروا كل هذا الكلام. هلأ بحكي لنا the most important point about the titration curves of the weak acids is that it shows graphically that weak acid and its conjugate base can act as a buffer. شو يعني buffer؟ هاي الكلمة كتير مهمة، رح ناخدها هلأ كمان شوي لقدام. أوكي؟ هون بحكي لنا كيف انه الأسيتك أسيد بتحول لأسيتات زي ما حكينا. أوكي؟ هاي هلأ رح نشرحها اللي هي إلها دخل بالبفرز. أوكي؟ طيب هلأ بحكي لنا at the end of the curve، طبعا عملية التايتريشن برسموا لها كيرف زي هيك. أوكي؟ هلأ بحكي لنا at the end of the curve small additions of acid and base result in large changes in pH. يعني بآخر إشي هون بالكيرف سواء من هاي الجهة أو من هاي الجهة، لما نضيف أسد أو نضيف بيس بصير يتغير الـ pH بشكل كبير. أما in the middle في منتصف الكيرف لما نضيف كميات ضئيلة من الأسد أو البيس ما بصير تقريبا عنا تغيرات في الـ pH. فهذا اكتشفوا إنه هاي النقطة اللي ما بتغير عندها الـ pH تقريبا بيكون عندها الـ pH يساوي الـ pKa تاعت المحلول، وسموها الـ buffering region. شو يعني هذا الكلام وشو يعني buffer؟ البفر هو عبارة عن mixture
من الويك أسيد مع الكونجيكت بيس تبعته. هذا المكسشر بيقاوم التغيرات في البي اتش، يعني لما نضيف أسيد أو بيس عليه أي نوع بيحاول يقاوم التغيرات في البي اتش. When small additions of acid or base is added. تمام؟ هلأ هون بحكي لنا لما يكون البي اتش قريب من البي كي اي، الأسيد تقريبا بيكون يساوي كمية البيس. تمام؟ فالويك أسيد بيعمل neutralization للأو اتش وبيمنع increase البي اتش، والكونجيكت بيس تعمل neutralization للH plus وبتمنع انه pH تقل، فهذا صار عندنا شو buffer قاوم تغيرات pH. buffering against pH changes in biological system، هاي كتير مهمة. بحكي لنا انه البفر بالبيولوجيكال سيستم كتير مهم، والبفر بيعتمد على pH. بحكي لنا البيولوجيكال process pH dependent دائما، يعني الانزيم رياكشنز والايونيزيشن ستيت تبعت البيوموليكيولز كلها بتعتمد على البي اتش. السيل والاورجانيزمز مينتين سبيسيفيك اند كونستانت سايتوسوليك بي اتش، يعني داخل الخليه حكينا فيه سايتوسول بيكون عنده كونستانت بي اتش تو كيب بيوموليكيولز ان ذير اوبتيمال ستيت، يعني في احسن حاله. بالعادة بتكون هاي الـ pH قريبة من 7، طبعا بفرق من نوع خلية لنوع خلية تانية قدي الـ pH، بس بالعادة بتكون قريبة من 7. الـ pH تبعت الـ extracellular fluid اللي هو الـ fluid اللي خارج الخلايا بيكون tightly maintained برضو، بالعادة برضو بيكون حوالين 7 زي الـ pH تبعت الـ blood حكينا اللي هي biological pH 7.4. طبعا كيف بصير مينتينيشن، انه بيكون في عنا بيولوجيكال بفرز احنا بجسمنا، في عنا ميكسشرز اوف ويك اسيدز اند بيسز. تمام؟ فبصير عنا مينتينيشن من خلال البفرز. تمام. هلا بحكي لنا هون إذا بدنا ناخد حالة الأسيتيك أسيد، تمام؟ بحكي لنا على pH 1، تمام؟ لما نضيف OH، تمام؟ الـ pH كتير بترتفع بسرعة لأنه إحنا عم نشيل H plus. هلأ pH تقريباً 4 اللي هي تقريباً قد الـ pKa تبعت الأسيتيك أسيد، بصير عنا إيه تقريبا بفر، فال H plus احنا ما منغيرها وما منفقدها كتير، فما بصير عنا تغير في ال pH كتير. هلأ في pH اعلى من 6، تمام؟ بصير عنا ال pH بترتفع بسرعة لانه ما في محافظة على ال H plus. اوكي؟ بعرف انه الوضع هلأ بلخبط، بس احنا بهمنا هون بهاي الحالة المسائل اللي رح نحلها لقدام. خليني ارجع لكم بس على هاي الرسمة. هلأ بالعادة البوفرينج ريجن بيكون، هاي المعلومة اكتبوها جدا مهمة، البوفرينج ريجن بيكون pKa plus minus 1. تمام؟ يعني لما تسألكم الدكتورة البوفرينج ريجن لهاي المادة قديه، علما انه البي كي اي تبعتها تساوي هالقد، فاذا البوفرينج ريجن يساوي بي كي اي بلس ماينس 1. خلينا نشوف مثال الاسيتيت. الاسيتيت البي كي اي تبعتها 4.76، فالبوفرينج ريجن تبعها من 5.76 ل 3.76، هاي البوفرينج ريجن. اوكي، نيجي للفوسفيت. الفوسفيت الـ pKa تبعته 6.86، البوفرينج ريجن من 7.86 ل 5.86. ممكن يجي سؤال بالعكس، إذا كان عنا الـ NH3 البوفرينج ريجن تبعها من 10.25 ل 8.25، قد الـ pKa تبعتها؟ بنحكي إنه الـ pKa
هي 9.25. تمام. هلأ الميد بوينت تبعت التايتريشن هي نفسها البي كي اي. اوكي، بس هاي معلومة هيك يعني على جانب. طبعا زي ما حكيت لكم هذا الكلام مش كتير مهم انكم بتعرفوه اللي هون، قد ما هو مهم المسائل اللي راح نشوفها كمان شوي. تمام. هاي الصورة بتعطينا مثال انه مثلا هون عنا هاد الموليكيول بي كي اي تبعته 3.77. ممكن تسألكم مثلا قدي من وين لوين البوفرينج ريجن، من 4.77 ل 2.77 مثلا. تمام. هلأ في هون عنا أهم إشي اللي هم المسائل، هاي السلايد والسلايد اللي بعدها. طيب نيجي للمسألة، بحكي لنا calculate the ratio، يعني النسبة بين HPO4-2 على H2PO4-. أوكي. إذا عرفنا إنه الـ PK اللي هي نفسها PKA يساوي 6.7 والـ PH بده يانا يعني نحسب الريشيو على PH 5.7 و 6.7 و 8.7. تمام. شو عمل؟ خلينا نرجع لهذا القانون لأنه أنا حكيت لكم إنه هو كتير مهم. دقيقة بس. أوكي. نيجي لهذا القانون، حكينا plus acid over base أو minus base over acid. كيف منحدد؟ نرجع للسؤال، مهمة جدا هاي النقطة لأنها بتلخبط فيها كتير ناس بالامتحان أو بالكويز. كيف منحدد مين عنده minus أكتر، minus 1 ولا minus 2؟ minus 2 طبعا لأنه عنده minus و minus، هاي minus واحدة. فإذا plus الأسد اللي هو عنده minus 2 على البيس اللي عنده minus واحدة، إذا اللي بيكون more acidic بيكون عنده دايما more minuses. أوكي تمام. استعملنا قانون الزائد هون ليه؟ لأنه حكالنا بده الريشيو أصلا ل minus 2 على minus واحدة، فاستعملنا قانون الزائد. إذا بدنا نستعمل قانون الماينس هون بالآخر رح نعكس، فيفضل إنه نستعمل قانون البلس. طيب كتبنا القانون، الـ pH حكينا بدنا نحسبها على 5.7 و 6.7 و 8.7. خلينا ناخد أول مثال اللي هو 5.7، حطينا pH 5.7، pK أو pKa اللي هي 6.7 حطيناها، plus logarithm ratio اللي هي هاي. تمام. بدنا نعمل هلا ري ارينجينج يعني اعاده ترتيب، هاي ال بلس 6.7 بنوديها هون بتصير ماينس 6.7، 5.7 ماينس 6.7 بعطينا ماينس 1، ماينس 1 يساوي لوج ريشيو. تمام. هلا بناخذ انتي لوج اللي هو عكس اللوج. شو عكس اللوج؟ عكس اللوج اللي هو 10 اس كذا. تمام. فاذا اخذنا 10 أس ماينس 1 حيعطينا 0.1. تمام. 0.1 هي نفسها 1 على 10. إذن نسبة HPO4-2 على HTPO4- يساوي 1 على 10 at pH 5.7. أوكي. معناته concentration تبع هاي يساوي 1 والconcentration تبع هاي يساوي 10. هلأ إذا عدنا نفس هذا الكلام بس غيرنا الـ pH لأنه هو طالبها على 3 pH، إذا حطينا هون 6.7 رح تكون الريشيو 1:1 لأنه الـ pKa يساوي الـ pH بهاي الحالة. وإذا حطينا الـ pH 8.7 رح يكون عندنا ريشيو 100:1. وهدول إذا أنتوا ما فهمتوهم كتير أو حسيتوا حالكم ضايعين بتقدروا تبعتوا لي على الفيسبوك تسألوني، ما عندي أي مشكلة. اسمي جود جبريل ودائما أنا بحط اسمي بالديسكريبشن. هلأ نيجي لهاي المعادلة كمان، بحكي لنا at normal blood pH أو اللي هي نفسها biological pH اللي هي 7.4.
لأنه ممكن يجيكم بالامتحان at biological pH كذا كذا كذا، ما يكتب لكم قد ايه، فبدكم تعرفوا biological pH أو blood pH 7.4. بحكي لنا مجموع HCO3- تركيزها زائد تركيز CO2 يساوي 25.2 ملي مولر. What is the concentration of HCO3- and CO2 إذا كانت الـ pKa لهم 6.1؟ أوكي، شو منعمل بهذا السؤال؟ أول إشي منحط pH يساوي pKa plus log هاي على هاي. كيف قررنا؟ حكينا اللي عنده minus أكتر هو اللي بيكون الأسد، هاي عندها minus منحطها أسد، هاي ما عندها minus إذن هي البيس. تمام، هلأ الـ pH حكالنا إياها اللي هي biological pH أو الـ blood pH اللي هي 7.4، pKa اللي هي 6.1. تمام، مننزل log الراتيو. تمام، نعمل ري ارينجينج، منجيب هاي لهون بتصير ماينس. الجواب 1.3 يساوي لوج الراتيو. اوكي، هلا اللوج بناخد انتي لوج على الآلة الحاسبة اللي هو عكس اللوج او اللي هي نفسها 10 اس 1.3. تمام، بيعطينا الجواب اللي هو الراتيو يساوي 20. طيب احنا طلعنا انه الراتيو 20، بس شو هو الطالب بالسؤال؟ concentration of CO3- و concentration of CO2، هل هاي هي concentration؟ لا. طيب كيف بدنا نطلع الconcentration؟ هو هون أعطانا معادلة بالسؤال إنه مجموع الconcentration تبع HCO3- و CO2 concentration و concentration مجموعهم 25.2 ملي مولر. تمام؟ فهلأ شو منعمل؟ منجيب هاي المعادلة اللي احنا طلعناها اللي هي CHCO3 minus على CO2 يساوي 20. إذا CO2 بدنا نقولها للجهة الثانية بتصير HCO3 minus يساوي 20 ضرب CO2. تمام؟ حطناها على جنب هاي المعادلة. أوكي؟ هلا شو منعمل؟ منعمل substitution يعني عملية استبدال. هلا مش هاي HCO3- هي نفسها هاي HCO3-، طيب منبدل هاي العشرين ضرب CO2 في مكان هاي HCO3- في المعادلة اللي هو أعطانا إياها اللي هي هاي المعادلة، منبدل هاي في مكان المعادلة. فشو بعطينا؟ بعطينا 20 ضرب CO2 زائد CO2 يساوي 25.2. هلأ 20 CO2 زائد CO2 يعني 21 CO2 يساوي 25.2. منقسم على 21، منقسم هون على 21، بيعطينا تركيز CO2 يساوي 1.2 ملي مولر. 1.2 ملي مولر هاي تركيز CO2 طلعناها. done. بدنا نطلع التركيز الثاني اللي هو HCO3، ولا أسهل منها، منعوض في هاي المعادلة. تمام، تركيز CO2 عندنا معروف منعوضه، وعندنا يساوي مجموعهم 25.2، فمنحكي إنه 1.2 plus تركيز ال HCO3- يساوي 25.2، منجيب هاي لهون بصير عندنا تركيز ال HCO3- 24 ملي مولر. برجع بحكي لكم إذا عندكم أي مشاكل ما فهمتوا ترجعوا لي. أهم إشي صراحة هم هدول المعادلتين، كتير كتير مهمين. يعني أنا ما بهمني هون هاي السلايدة قد ما بهم المعادلات، يعني هاي الأشياء ما بيجي عليها سؤال، بيجي الأسئلة أغلبها معادلات. تمام، وما بيجي أسئلة على التيتريشن لأنه التيتريشن حتاخدوه لبعدين، بس بيجي أسئلة على البوفرينج ريجن، حكيت لكم كيف تحسبوه اللي هو pKa plus minus 1. أوكي، وبيجي أسئلة معادلات. أوكي، وممكن يجي لكم مثلا شو الأسيد وشو البيس بمعادلة. يعني مثلا حكينا زي هون إنه الأسيد هو اللي بيخسر بروتون، والبيس هو البروتون أكسبتر بيكسب بروتون، زي هيك. بشوف لكم معادلة كيميائية زي هيك بحكي لكم وين الأسيد وين البيس.
تمام. يعطيكم ألف عافية، هيك بنكون خلصنا تاني تشابتر اللي هو تشابتر الووتر.